الحقيقية والشفافية والمصداقية هنا في المواجهة. في المواجهة لا مجال للنفاق ولا مجال للتطبيل ولا مجال لشيء سوى الحقيقة. هنا المواجهة فقط لأقوياء القلوب. في حلقة جديدة من المواجهة اليوم نستضيف شخصية ثقيلة الوزن، سواء كانت في الوسط الفني أم في الوسط السياسي الليبي. هنا في المواجهة كما ذكرت وقلت بأنه لا مجال للتطبيل مهما كانت قيمة الضيف الذي يتواجد معنا في المواجهة. دعوني في البداية أرحب هنا في المواجهة بضيفي السيد الرئيس، رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، السيد محمد البيوضي. مرحبتين بك. الله يبارك فيك. شن أخبارك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. نورتنا في المواجهة. الله يبارك فيك. إذن بهذه البداية سنطلق لكم ونعرض لكم التقرير الذي يسرد لربما جزء من مسيرة ضيفنا هنا في الاستوديو السيد الرئيس محمد البيوضي. نتابع هذا التقرير ولنا عودة وللحديث بقية. محمد البيوضي هو اسم طفى على السطح مؤخرا. هو تاجر من مدينة مصراتة وكانت له تجربة في الحرب في ليبيا. أبان الحراك سنة 2011. ليست له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالوسط الفني. وقبل 3 سنوات تحديدا 7/5/2015 ترأس الهيئة العامة للمسرح والسينما والفنون عندما كانت تابعة لوزارة الثقافة. حينها أقيل الوزير من منصبه وتغيرت الوزارة وتحولت إلى هيئة برئاسة السيد أحسن نيس. في وقت طمح السيد محمد البيوضي أن يستقل بالهيئة وتصبح هيئة مستقلة ولها حقوق خاصة بها. عندها بدأ الصراع بين رئيس هيئة الثقافة والسيد محمد البيوضي حتى وصلت إلى الاقتحامات المسلحة وغيرها من الحرب النفسية ولمن تكون الغلبة وغيرها من المشاكل والعراقيل التي واجهت السيد البيوضي ومؤسسته. خيبات وطموحات وصراعات وتحديات ثارة من الهدوء وثارة أخرى من التخبطات. كل هذا وأكثر سيكشف من خلال المواجهة اليوم مع زياد الورفلي. إذن لدينا الكثير ولدى السيد محمد البيوضي الكثير لكي يكشف عنه هنا في ركح المواجهة. مرحبتين بكم مجددا. مرحبتين بك مجددا السيد محمد البيوضي في ركح المواجهة. سيد محمد، استمعت إلى التقرير، ذكرنا لربما بعض الأشياء التي يجب أن تذكر في مسيرة محمد البيوضي. سيد الرئيس، أنت أحد طبعا في قانون المواجهة يجب على الضيف أن يلقي القسم قبل بداية أي شيء من حوار المواجهة. بداية نطلب منك سيادة الرئيس أن ترفع إيدك اليمنى وتلقي وتردد وراي القسم. أقسم أني، أقسم أني سأجيب على جميع الأسئلة، سأجيب على جميع الأسئلة بمنتهى الصراحة والشفافية والمصداقية، بمنتهى الصراحة والشفافية والمصداقية. إذن هكذا تنطلق بداية حلقة اليوم من المواجهة. سيداتي وسادتي، لدينا أكيد الكثير لكي نكشف عنه في المواجهة اليوم. سيد محمد، استمعنا إلى التقرير، التقرير الذي ذكرنا فيه عدة محطات ووقائع حدثت خلال مسيرتك من بداية ترأسك إلى الهيئة إلى حد اللحظة الآن. لازالت صراعات، تخبطات، طموحات أيضا من الجانب الإيجابي. كل هذا بداية نعطيك المجال لكي تتحدث عن محمد البيوضي وكيف وصل إلى هذا المكان. وهناك سؤال يدور لربما في بعض الأوساط والوسط الفني تحديدا، يقال أن السيد محمد البيوضي وصل إلى رئاسة الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بقوة السلاح. في البداية أرحب بك أستاذ زياد ومشاهدي راديو وعد. طبعا هذه الشائعات اللي يقول أن السيد محمد البيوضي وصل إلى الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بقوة السلاح، هذا كلام عاري عن الصحة.
طبعا أنا كلفني السيد يونس التباوي وزير الثقافة في حكومة الإنقاذ الوطني بالهيئة العامة في ذلك الوقت للسينما والمسرح والفنون. طبعا ممكن أغلب الفنانين يعلموا أن قبل 7/5/2015 كانت الهيئة العامة للمسرح والسينما والفنون حبر على ورق. كانوا أغلب الفنانين يتوجهون إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني، مع علمنا بأنهم لم يتحصلوا على حقوقهم إلا البعض يعني اللي لهم علاقات شخصية، ولكن أغلب الفنانين كانوا مهمشين. طبعا بعد 7/5/2015 طبعا للشائع اللي تقول إن سيد محمد وصل للهيئة العامة بقوة السلاح، السيد يونس التباوي موجود وموجود الآن في طرابلس. تستطيع أن هو الوزير السابق للثقافة، الوزير السابق للثقافة، تستطيع أن تستضيفوه وممكن يوجه له هذا السؤال، بأن هو تم تكليف السيد محمد البيوضي بالإكراه أو باتفاق بينه وبين سيد وكيل الثقافة كمال قدارة في ذلك الوقت. طبعا الهيئة العامة كانت لا توجد بها أي ميزانية، كانت حبر على ورق. طبعا بحكم بعض العلاقات اللي نمتلكها يعني تحركنا، استطعنا أن ندير بعض المهرجانات أو نعمل نقدم الأعمال المسرحية، منها مسرحية الوصية ومسرحية بالمحل الفصيح و مسرحية الملاعبية ومجموعة كبيرة يعني من المسرحيات اللي من 7/5 طيب. الجاي يعني كانت. طيب أستاذ محمد، داني أوقفك عند هذه النقطة واللي هي فكرة أو موضوع ترأسك إلى الهيئة الخاصة بالخيالة والمسرح والفنون. هذه الهيئة لها مكانة حساسة في الدولة الليبية، ويجب من يتقلد هذا العرش يجب عليه أن يكون مدرك وملم بكل هذه الأمور. السيد محمد البيوضي كان تاجر ولا وليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالوسط الفني ولا الفنانين ولا الممثلين ولا أي خلفية عنهم. فجأة ترأس هذه الهيئة، ما هي المعايير التي وصل بها محمد البيوضي إلى هذا المنصب؟ طبعا ليس بالشرط أن يكون من الوسط الفني من يقود هذه المؤسسة العظيمة مثل الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون. طبعا بل مفروض أن يكون شخص إداري يتقن أو يتقن هذه المهمة أو يكون لديه ضمير حتى يحاول أن يحيي هذه المؤسسة. أما أن يكون فنان في فنان مسرحي، في فنان تشكيلي، في فنان سينمائي، الفنان اللي بيكون على رأس هذه المؤسسة ما نظلمش، لكن سيكون له ميول أكثر لمجاله سواء كان سينمائي أو فنان تشكيلي. لكن الإدارة هي شيء بعيد عن لقيادة أغلب المؤسسات، وإلا المفروض أن يكون رئيس الوزراء دكتور وصحفي وطبيب، وأغلب التخصصات تكون يمتلكها رئيس الوزراء. لكن رئيس الوزراء شخص إداري أو يمتلك أحد التخصصات، لكن ما يكونش ملم بجميع، لكن المفروض أن يكون عنده مستشارين في كل المجالات من أجل التحرك بهذه السفينة والوصول بها إلى بر الإيمان والأمان ومحاولة تقديم شيء ملموس موجود على وجه الأرض. طيب سيد محمد، المعايير تحديدا، ربما أنت ما ذكرت ليش المعايير التي وصل بها السيد محمد البيوضي إلى هذا العرش واللي هو عرش الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون. شين المعايير اللي اختارها سيادة الوزير يعني السابق لترأسك هذه الهيئة، وخاصة كانت هذه الهيئة تنطوي تحت وزارة الثقافة وليست هيئة مستقلة كما استقلت الآن وهي في فترة رئاستك؟ طبعا أنا كنت موظف في وزارة الثقافة والمجتمع المدني. معايير يعني ما كان ترشيح من السيد وكيل واجتمع عليه هو والوزير أنهم يكلفوني بالهيئة العامة للمسرح والسينما والفنون،
وأنا في البداية ما قبلتش، وهذا فيه ناس حاضرة كرامدة وشهادة، ولكن في الأخير قبلت بها وقدمت استقالتي أكثر من مرة من الهيئة نظرا للضغوطات اللي كانت تمارس على الهيئة العامة للخيالة، وهذا شيء موجود ممكن على صفحات الفيسبوك وعلى صفحتي أنا شخصيا، ولازلت في حالة رأت رئاسة الوزراء تكليف شخص متخصص للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون. بالعكس أنا نرحب بأن نسلم لشخص آخر ممكن يقدم شيء أنا ما استطعتش أن يقدمه. طيب عندنا فقرة رسالة ودية، هذه الفقرة سيوجه فيها أحد يعني المحيطين بك سواء كان في الهيئة وفي الحياة العامة، سيوجه لك رسالة بمنتهى الشفافية والودية والمصداقية، وهذا طبعا إصرار مننا احنا انه هو يتكلم بكامل الشفافية والمصداقية والحرية كذلك. يجب على السيد وسيادتك سيادة الرئيس انك انت تقبل هذه الرسالة الودية من هذا الشخص بكامل الشفافية والمصداقية، ونتمنى ان يعني حتى بعد هذه الحلقة تكون يعني الأمور بمنتهى يعني الصراحة وتقبل هذه الصراحة من هذا الشخص. لذلك سنتوجه مباشرة إلى فقرة رسالة ودية سيوجه فيها أحد الأشخاص المحيطين بسيادة الرئيس محمد البيوضي، رسالة ودية بمنتهى الشفافية والمصداقية. سنشاهد ونتابع ونستمع إلى هذه الشهادة، ومن ثم أكيد لنا عودة للحديث عن هذه الرسالة. رسالة ودية. مساء الخير عليك استاذ صابر، حابين نعرفوا منك سلبيات وايجابيات استاذ البيوض، ومدى يمكن تكون سلبيات اكثر من الايجابيات. اولا الاستاذ محمد البيوضي رئيس الهيئه العامه للخياله والمسرح والفنون، قبلها كان اسمها الهيئه العامه للسينما والمسرح والفنون. هذه اول ما كان نعتبره كان مشروع الانفكاك من وزاره الثقافه بسبب مشاكل شخصيه أو غيرها، فهنا مبوش نطرف لأسباب إن هل كانت هي شخصية أكثر من إن إدارية أو فيها تجاوزات أو فيها تجاوزات إدارية أو مالية، ولكن كان الغرض إنه لازم تنفصل ما بينه وبين الثقافة. جاب موظفين ودلهم رسائل تنسيب مباشرة وإقبل وبس، هيك نشوف فيها كانت يصير في تجاوزات، يصير في لفت نظر، في فصل، في غيره. أوكي خدم الليبيين، نقول هذه ممكن تساعد في اقتصاد البلاد إنها في حيث إنها تمنع تقلل من نسبة البطالة، ولكن التخصص له ضرورية أكثر. بالنسبة لإدارية بعد ما جابهم مكترهم وحصلت أنت كيف تنفك من وزارة الثقافة اللي هي تو أصبحت هي الثقافة. توا مشكلتك معاش مع جسم إداري، مشكلتك مع موظفينك نفسهم، أنت في حد ذاتك كيف تواجههم؟ قاعد حاليا أنت تعطي فيهم وعود مثلا بالمرتبات، قريب مازال قريبا النصر، مشيت درت ما مشيتش ما درتش، هذا المفروض كله تعرضه، ما تقعدش على طريق الفيسبوك بس. أخذت مثلا مبلغ مالي خلصت به ممكن ديون سابقة للهيئة، اطلع بلغ راني نزلت ودرت. مشكله استاذ محمد انه يعامل في خصومه، يعامل فيهم بشكل اتاك يعني بشكل مضاد اكثر، بدل ما ياخذ منهم اوكي نواجهك ما عاملكش انت درت لي غلط انا نجي نقعد فيك متركين ثاني، نواجهك بنفس النقطه لو اني صح نواجهك بنفس النقطه علشان مش الجهه ثانيه، لا نحاربك من جهه ثانيه. لا بالنسبه لي للأسف البيئة اللي معاه طبب له هذه اللي يسمع فيها أكثر، طريقة اتخاذها في القرارات أحيانا نحس فيها اندفاعية قبل أي شيء تاني، ممكن يسمع من ناس تانية يجاوب إيه أنت الصح أنت الغلطة، وبعد أو ما يغلط أو ما يحس إنه خلاص السفينة اللي كانوا راكبينها بتطيح يهربوا، وينهم الناس هي يعني ما تشوفش لي ناس توا وناس قبل في الوقت اللي كان ضيق الناس اللي وقفت معك. بالنسبة لنا كمجال فني أنا درنا إحنا وقتها أول ما كنت نخدم في شؤون اللجنة، بعدين لما تنحى شؤون اللجنة خدمت في مكتب رئيس الهيئة، بعدين مسكت إدارة البرامج والأنشطة الفنية
لأن بعدين أسست إدارة اسمها إدارة الفرق الأهلية الموسيقية. الفرق الأهلية الموسيقية ما في البلاد كانوا underground، ما يعني ما يعرفونش إلا ناسهم أو الناس المتبعين خاصة بمجال روك أند رول وهيفي ميتال وثراش ميتال إلى آخره. مساء الخير ألكسندر. سيداتي وسادتي، إذا استمعنا إلى أحد موظفي الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون وأحد المقربين لفترة معينة للسيد الرئيس محمد البيوضي. هذا طبعا كان هذه كانت صراحته وشفافيته، وأنا أحد الناس المتأكد جدا سيد محمد أنك تفاجأت لربما برأي وما ذكره السيد صابر قبل قليل وهو أحد الموظفين. برأيك، ما رأيك أولا في ما ذكره، وهل فعلا هناك هذه السلبيات على أرض الواقع في الهيئة؟ هل فعلا هناك أو أن السيد محمد البيوضي يتستر على بعض هذه الأمور؟ لا بالعكس، السلبيات هو اللي هو ذكرها. نبدو احنا بتعيين الموظفين، احنا قبلنا عدد لا بأس به يعني في الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون. وطبعا الكل من تقدم للهيئة فعلا هم تنقصهم الكفاءة والخبرة، ولكن احنا كنا واخدين على ان هذا شاب ليبي ومن حق ان يتعين في الدولة وان يتقاضى معاش او مرتب افضل من ان يستقطب اي فئه اخرى ممكن تضر البلاد اكثر ما تنفعها. واحنا كنا واخدين على عاتقنا ان حنبدو في تدريبهم وتطويرهم، ولكن الامكانيات حالت دون ذلك، وتاخير صرف مرتباتهم حالت دون ذلك. وطبعا حتى تاخير صرف المرتبات كانت سببها هو الصراع ما بين الهيئه العامه للخياله والمسرح والفنون والهيئة العامة للثقافة، بأن الهيئة العامة كانت الهيئة العامة للخيالة كانت تطالب رئاسة الوزراء بفصلها وإعادة تبعيتها لرئاسة الوزراء. طبعا لها مزايا كثيرة أن تكون هذه الهيئة من المؤسسات التابعة لرئاسة الوزراء، أقرب إلى السلطة التنفيذية، صوتها يوصل أسرع، تكون على تواصل مباشر مع رئاسة الوزراء من أجل خدمة الفنانين اللي احنا محتاجين لهم دعم كبير وكبير جدا، وخاصة أنه نفتقر للبنية التحتية فيما يخدم هذا المجال. فأن نكون أقرب إلى السلطة التنفيذية هو أفضل بالنسبة للهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون. طبعا الثقافة بما أنها كانت هي من تمتلك زمام الأمور في كل شيء مع الفنانين، ولكن بصراحة ما كانتش منصفة للفنانين، كان البعض المستفيد. طيب هذا حسب وجهة نظرك أو أن هذه من الشكاوي اللي جاءت من الفنانين أنفسهم أو أن لأمر آخر؟ طبعا هي من وجهة نظري، وكان لي حديث ومقابلات عديدة مع أغلب الفنانين الموجودين على الساحة، وفعلا كان هو كلامهم يتمنوا أن الهيئة تكون تابعة لرئاسة الوزراء، وأن يكون فيه دعم للفنانين بصفة عامة وليست بصفة خاصة، ولكن الظروف والضغط اللي مورس على الهيئة العامة للخيالة بتأخير ميزانيتها، بتأخير دفع مرواتب الموظفين، بكل المشاكل اللي صارت للهيئة، أنا ما نملكش أني أنا نمنحها، لأن هذه في التعامل مع مؤسسات أخرى، يعني زي تأخير صار في المرتبات. إحنا في البداية ديوان المحاسبة أعطانا مراسلة ردا على مراسلتنا أن هذا اختصاص أصيل لوزارة المالية، مراسلتكم على شنو تنص؟ مطالبة بالإفراج على مرتبات الموظفين. طبعا وأنتم كنتوا الفترة ديك مخولين أنكم تراسلوا الوزارة. نعم. يعني تقصد وزارة الثقافة مش وزارة رئاسة الوزارة؟ وزارة المالية، وزارة الثقافة. هي احنا كان تعاملنا مع وزارة المالية، لأن بحكم أن احنا الهيئة العامة للخيالة من تاريخ إنشائها موقف 72 أو 73 لها شخصية الاعتبارية والدم المالية المستقلة، وفيها مراقب مالي، يعني كانت جميع الصلاحيات موجودة بأن احنا نخاطب رئاسة الوزارة، نخاطب وزارة المالية، ونتعامل مع الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.
فالعراقيل كانت كثيرة يعني وحتى مذهلة جدا يعني أنك ما تستوعبهاش. المراسلات هذه تأخذ أنت الكلام ممكن نحكي لك مختصر، ولكن هو أخذ منا ثلاث سنوات. وإن إحنا طبعا في جهات أخرى هي أساسا ما تتغاضاش زي الثروة البحرية وزارة الصحة نفس المشاكل. يعني جمعنا التركيز على الهيئة العامة للخيال والمسرح والفنون والتي لم يصرف لها مرتبات، والشائعات اللي تخرج الآن على الهيئة بأن الرئيس مقصر. أنا يوميا يا أما في رئاسة الوزراء يا أما في الرقابة الإدارية في ديوان المحاسبة، هذه بشهادتهم هم. تقدر يعني تتوجهوا أنتم فريق من راديو واعد، تمشوا لمكتب السيد الوزير وزير المالية وإدارة الميزانية، تتوجهوا للرقابة الإدارية مكتب رئيس الرقابة الإدارية ومكتب إدارة الهيئات والمؤسسات في الرقابة الإدارية، تتوجهوا لديوان المحاسبة. كان على تواصل شبه يومي مع رئاسة الوزراء، كان يعني ممكن الموظفين شبه يشوف فيه يومي يعني كاني موظف معهم. الموظفين يستمعوا لبعض الشائعات من الناس المستفيدة من هذا الحراك وهذا اللغط البلبلة، يعني زرع البلبلة واللغط من أجل أن تدمر هذه الهيئة وأن تمسح. شو منفعتهم مثلا في تدمير الهيئة؟ والله طبعا في ناس لها مصلحة أن الهيئة هذه تختفي من أجل أن تكون الهيئة العامة للثقافة هي الموجودة الوحيدة على الساحة. بعد التأخير حتى في المرتبات جوني بعض الفنانين والموظفين قالوا نحن أنت شن دخلك أصلا تفصلنا وتخلينا تبع رئاسة الوزراء، يعني وكأن الموضوع شخصي هو. كيف وهل يحق لموظف أن يتجرأ وأن يصل في الرئيس مباشرة، وخاصة أن الرئيس لديه منظومة كاملة، لديه إدارة معاه، لديه رؤساء أقسام؟ من الموظف اللي تجرأ أن هو يصل في الرئيس مباشرة ويحاسب على مثل هذه الأشياء اللي تعتبر ليست من حقه أن هو يواجهها؟ وكيف تعاملت مع مثل هذه المواقف؟ والله هم طبعا الموظفين هذين ما تهجموا وحتى بمجموعة مسلحة على الهيئة، وطبعا احنا فتحنا في ملف في الرقابة الإدارية والآن هو أحيل تقريبا على النائب العام. الأسماء هم مذكورة وأنا ما نحبش نذكرهم على الهواء الآن، ولكن لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم احنا مستمرة، وإحنا حاولنا أن نتقربوا منهم، أن نوصل المعلومة أنني راني ما قصرتش معاكم. وطبعا أساسا هم مفروض ما لهمش تعامل معي، ولكن أنا كنت متواضع معهم جدا ومتبسط معهم ونتكلم معهم مباشرة. يعني تقصد أن التواضع هو من ساهم لربما نعم في التطاول؟ نعم، هو من قبل الموظفين. هو إحنا التواضع اللي كان مفرط من قبلي هو من أعطاهم الجرأة على الفعل ما فعلوا. طيب احنا راح نشوف فيديو بإذن الله بعد شوية أحد الشخصيات لربما أيضا محيطك ومن دائرتك راح تتحدث بكل شفافية ومصداقية خارج طبعا سياق الفقرات. هذم اللقاءين عندنا لقاءين